إذن مشاهدينا نتابع إلى مراسلنا الزميل أسامة الكحلوت من دير البلح ينضم إلينا. أسامة مرحبا بك، ما جديد ما تعرض له النازحون قبل نحو ساعة؟ نعم، قبل قليل الدفاع المدني تمكن من السيطرة على النيران التي اشتعلت في خيام العائلات النازحة. نتحدث عن عائلات بأكملها تتكدس داخل خيام صغيرة جدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، ونتحدث هنا عن عائلات بأكملها تكون نائمة داخل هذه الخيام. والآن تم السيطرة على الفريق التي التهم كل الخيام القريبة من مكان الاستهداف في ساحة مستشفى شهداء الأقصى. حتى هذه اللحظة يجري عملية نقل أجساد متفحمة من مكان الاستهداف، وتحاول طواقم الإسعاف الموجودة في مستشفى شهداء الأقصى الوصول إلى عدد كبير من الجثامين الموجودة تحت الخيام التي موجود بداخلها أمتعة وفراش، وكل حاجيات هذه العائلات موجودة داخل هذه الخيام. وبالتالي هذا ساعد اشتعال النيران لفترة طويلة جدا في هذه الخيام، ما يقارب أكثر من 20 خيمة حرقت بشكل كامل في محيط مكان الاستهداف داخل مستشفى شهداء الأقصى. نتحدث هنا عن عدد كبير من الجثامين المتفحمة يجري نقلها إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، مع العلم أن هذا الاستهداف يأتي أيضا بالتزامن مع استهداف مدرسة المفتي في منطقة شمال مخيم النصرات، ويأتي أيضا بالتزامن مع عمليات لا متواصلة من الجيش الإسرائيلي لسكان منطقة مخيم جباليا. الاستهدافات متواصلة، عمليات النزوح متواصلة، وحتى العائلات النازحة الآن لا تلقى الأمان كما جرى قبل قليل في مستشفى شهداء الأقصى. الجميع هنا يبحث عن مكان فيه مقومات الحياة، مكان يحظى بحماية دولية، والآن الاستهدافات لاحقت هذه العائلات الموجودة في مستشفى شهداء الأقصى. الآن الطواقم الطبية تعمل على انقاذ حياة عدد كبير من المصابين التي اشتعلت أجسادهم بفعل النيران التي التهمت الخيام الموجودة في هذه المنطقة. هل تمت إحصائية تقريبية؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن إحصاء عدد المصابين والضحايا المتواجدين في المكان، لأن هناك أعداد كبيرة حتى هذه اللحظة من الجثامين موجودة في مكان الاستهداف وفي مكان الخيام التي اشتعلت فيها النيران والتهمتها النيران لمسافة طويلة بعيدة عن مكان الاستهداف، بالإضافة إلى أن الشظايا تناثرت في مكان الاستهداف حتى من أنابيب الأكسجين الموجودة في المكان الملاصق لمكان الاستهداف والموجود في منطقة العيادة الخارجية. وهذه العيادة ملاصقة تماما لمكان استهداف خيام العائلات النازحة في المنطقة الغربية من مستشفى شهداء الأقصى. انقطعت الكهرباء عن المنطقة الغربية في عن مكان الاستهداف، وبالتالي لا نشاهد أعداد كبيرة من الخيام المحترقة، ولكن الجميع الآن يحاول انتشال عدد كبير من المصابين المتواجدين تحت هذه الخيام التي اشتعلت، لأن الخيام اشتعلت لفترة طويلة أكثر من نصف ساعة متواصلة. التهمت النيران هذه الخيام الموجودة في محيط مكان الاستهداف، لا يمكن الحديث حتى هذه اللحظة، ولا حتى الطواقم الطبية ليس بإمكانها إحصاء عدد الإصابات والضحايا. نعم، نتحدث عن أكثر خمس ضحايا حتى هذه اللحظة تم نقلهم، ولكن هناك أعداد كبيرة في مكان احتراق الخيام. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي أسامة الكحلوت مراسل حدث، كنت معي من دير البلح وسط قطاع غزة.